بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في ملتقى بوتقة الأسبوعي، وهي سلسلة من المحاضرات الأسبوعية والتي تقام مساء كل يوم ثلاثاء، نتناول فيها عددا من مواضيع العمارة والعمران. عنوان محاضرتنا لهذا الأسبوع بعنوان نمذجة معلومات البناء للمباني التاريخية Heritage BIM، والتي سوف يقدمها بمشيئة الله الدكتور أحمد بك. دكتور أحمد هو أستاذ مساعد بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، حاصل على درجة الدكتوراه في نمذجة معلومات البناء من جامعة كلية لندن UCL، وله العديد من الأبحاث المتخصصة بالBIM والتصميم المعماري، كذلك المسح بالليزر ثلاثي الأبعاد، الواقع الافتراضي VR، الواقع المعزز AR، وكذلك في التوثيق المعماري، وهو مستشار هندسي في عدد من الجهات الخاصة. حياك الله دكتور أحمد. الله يحييك ويبنيك، وشكرا على الاستضافة وشكرا على المقدمة الجميلة. تفضل دكتور. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم حنتكلم على الهيريتج بيم. طيب، اليوم المحاضرة حتكون طبعا، والتوك خلينا نتكلم، قسمناها على ثلاث أقسام. أول حاجة طبعا كدخلة، أو خلينا نقول كانترودكشن للتوبيك، أن حنتكلم على البيم، وبعد كده حنتكلم على هيريتج بيم، وهنا حناخد طبعا حنختمها بكيس ستاديز. طيب خلينا أول شيء نبدأ بالبيم. إيش هو البيم؟ طبعا في كل خلينا نقول تخصص أو لكل مجال هندسي يعرف البيم بطريقة معينة وعلى حسب استخدامه. فعلى سبيل المثال المعماري بيعرف البيم على طريق انه الطبقات وانه كيف يستخدمه كلايرز وكانه يستخدمه كدي في الديزاين، بينما تلاقي اللي شغالين في الاستراكشرز بيتكلموا على البيم كانه سيميوليشنز، طيب، وتحليل واناليسز. ونفس الحكايه للناس اللي شغالين في يعني كونستراكشن، طيب، من ناحيه مانجينج للفيزز حقت البيلدنج اللي بتصير. فكل واحد له تفسير، لكن خلينا نمشي على الستاندرز اللي صايره عالميا، أو خلينا نتكلم على تعريف البيم يعني جزء أو ناخده كمصطلح. البي طبعاً ترمز إلى البيلدينج، والآي للإنفورميشنز، وبينما الإم ترمز إلى أكثر من حاجة من ضمنها اللي هي الموديل موديلينج مانجمنت. طيب، حنلاقي إنه اليو اس ناشونال بيم ستاندرز بروجكت كوميتي عرفوا البيم على إنه إيش؟ نمذجة معلومات البناء هي تمثيل رقمي للخصائص المادية والوظيفية للمنشأة. طيب، وتعتبر نمذجة معلومات البناء مصدر معرفي مشترك. طبعا بيتكلموا على هذا الشير نوليدج، طيب، للحصول على المعلومات حول المنشأة والتي تشكل قاعدة لأي قرارات خلال دورة حياة المبنى اللي هي اللايف سايكل أو المشروع، والتي تبدأ من الفكرة التصميمية وحتى إزالة أو الهدم للمشروع ده. طيب، إيش هي الفوائد؟ أو خلينا نتكلم إيش هي يعني من الناحية العلمية اللي بيشير مزلو. طبعا هي عبارة عن استخدام للنماذج هذه من قبل المتخصصين اللي هو الأركيتكت وال الانجينيرينج والسيفل ضمن مجموعة بيانات واحدة. طيب، والهدف منها التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين في مراحل مختلفة من دورة حياة المبنى لايف سايكل للبيلدينج دي. طيب، وبالتالي فإن قيمة البيم هي أن يمكن لجميع أصحاب المصلحة العمل معا باستخدام نماذج منسقة بعناية، وكل شخص لديه وعي أكبر بمساهمته في إيش في المشروع ككل. طيب، وهنا نقدر نتكلم على إيش الانتليجنت 3D مودلز. طيب، ليش intelligent 3D models؟ بحيث انه يكون هذه الموديل فيها كل الانفورميشن اللي يحتاجها. طيب، طيب لو تكلمنا عن البيم، نقول لك البيم انه هو ايش؟ هي عمليه، طب بروسيس، ليست برمجه. يعني في ناس كثير لما تقول له ايش هو البيم، اول حاجه تسال عن البيم يقول لك هو ريفت اركيكاد، كله طبعا خطا. هو برمجه، هي عمليه بروسيس امبريلا كبيره تحتها، يعني نتكلم على اكثر من تولز، اكثر من برنامج، او اكثر من بروسيس ماشي في ليش تحت الامبريلا الكبيره هذه. طيب، طبعا هي طريقه جديده لفعل الاشياء. طبعا هو ليس 2D ابدا، ما حد يتكلم، ما نتكلم البيم، نتكلم 3Ds على طول، ونتكلم على لايرز. طيب، وتخصص في انتاج وثائق ومنظمه ومنسقه. طيب، نموذج افتراضي ثلاثي الابعاد غني بالمعلومات، تسجيل جميع المعلومات من التصميم في قاعده بيانات واحده. طبعا نتكلم على واحده داتابيس، يستخدمه جميع اصحاب المصلحه طول دوره حياه المشروع. طبعا هو جزء من الاي بي دي اللي هو تسليم المشاريع المتكامله. طيب، ايش الادفانتجز اللي نقدر ناخذها من البيم؟ طبعا في ادفانتج مره كثير، اهمها انه الفاست ديليفري، تسليم المشاريع دائما تكون 50% اسرع، الكوست خفض الكوست الى 33%،
وطبعا خفض يعني الانبعاثات ثاني اكسيد الكربون والشغلات هذه الى 50%. طيب، وعديد من الاشياء اللي ممكن نتكلم عليها من الفوائد اللي نقدر نتحصل عليها من البيم، طبعا من البريفورمنس، ترفع كفاءة استخدام المشاريع هذه، تقدر تتكلم على توفير الوقت لتسليم المشروع. طبعا هذه أهم حاجة، مما أدى إلى أنك تلاقي الآن أغلب المشاريع على مستوى العالم، المشاريع الكبيرة تلاقيها مستخدمين فيها اللي هي مستخدمين البيم. وعندنا أكبر دليل هو مشروع المطار، مطار جدة استخدموا البيم. عندك عدد من المشاريع الكبيرة الريادية والمشاريع الريادية في السعودية على مستوى السعودية يستخدموا البيم. برضو عندك نيوم، أغلب المشاريع اللي شغالة في نيوم شغالة على البيم، حتى المشاريع اللي هي السكنية. طيب لو تكلمنا على الهيريتج بيم، وهو اليوم محاضرتنا عنه، إيش هي الستوري بيهايند الهيريتج بيم؟ طبعا في ستوري نرجع ممكن فلاش باك كده ل 2005 2006، لما بدأنا نشتغل على اللي هو ملف اليونسكو، تقديم لملف اليونسكو. كانت في عديد من المكاتب اللي هي الأمانة يعني وكلتها بعمل مسوحات ودوكيومنتيشن للمباني التاريخية بجدة، وكنا نحن من ضمن الفريق اللي كان شغال على أكثر من مبنى، طب واحدة من المكاتب الهندسية. فكان عندنا بيت نصيف، فاشتغلنا على بيت نصيف من ناحية دوكيومنتيشن. كنا بنشتغل تقريبا، جلسنا عشان الرفوعات المساحية جلسنا حدود الشهرين نرفع مساحي وبنبدا نرسم الاليفيشنز، نرسم التوديز اللي هي البلانات. وطبعا كانت مهمه جدا شاقه. طيب والديتيلز في الاخير طلعت لنا بهذا الشكل. طيب هذه الدوكيومنتيشنز اللي طلعت من البيلدينجز. طبعا ما حد يمكن يعني من اول وهله لما تشوفها حتلاقي انه المبنى تقول اوكي كامل، بس لما تيجي تدقق على الديتيلز اللي انت تبغاها، وخصوصا اذا تكلمنا من ناحيه ناس متخصصين في الهيريتج، طيب حيلاقي كمية أخطاء جدا كبيرة، من ضمنها يعني هذا بيت نصيف قدامنا. طيب يعني ممكن من المرحلة الأولى ما حتعرف هل هو نصيف ولا بيت ثاني، ما قدرنا نوصل للمرحلة اللي هي الديتيلز، الليفل اوف ديتيلز ما قدرنا نوصل لها. طيب ناهيك عن الأخطاء اللي ممكن تكون من ناحية من ناحية البلانات، من ناحية الاليفيشنز ميسنج لبعض الأشياء أو لأشياء كثيرة في البيلدينج، سيموليشنز. طبعا بتتكلم أنت تودي في الآخر. طيب من هنا جاءت فكرة البيم. طيب فقلنا خلي يعني كنت فجلست في مرحلة الماجستير والدكتوراه جالس أفكر كيف ممكن نوصل لمرحلة نسوي فيها نماذج أو نطلع منها دوكيومنتيشن بصورة سريعة، ما تاخذ الوقت الكبير هذا اللي هو 3 شهور، من شهرين ل 3 شهور عشان أطلع توديز. طيب فطلعت فكرة الليزر سكانينج، فبدأنا بموضوع الليزر سكانينج. طيب إيش وات إز نيكست بعد الليزر سكانينج، إيش اللي هيصير؟ طلعت فكرة البيم. لو رجعنا للبيم مره ثانيه، لو تكلمنا من ناحيه الهيستوري حقت البيم، نلاقي انه البيم بدا في السبعينات. طيب بدا في السبعينات، كان يعني حتى في البدايه كان اسمه فيرتشوال بيلدينج. طيب بعد كده بدا استخدامه بصوره اكثر لما بدانا يعني برامج صارت سبورت الفكره حقت الثيوري حقت البيم، من ضمنها اركيكاد، او في خلال الالفيه يعني بعد ما اشترته تو ديسك ريفيت. طيب بدأت يعني الدعم والسبورت صار أكبر لموضوع فكرة البيم، وبدأت نصر بيتكلم على وان داتا بيس. وطبعا تحت الأمبريلا حقت الأوتو ديسك لقينا في عندنا أكثر من برنامج صارت تدعم فكرة البيم، من ضمنها الاستراكشر سيموليشنز اللي صايرة، الويند فلو، الانسايت، أكثر من برنامج صار كلها تدعم ليش؟ تدعم فكرة البيم، مما أضاف يعني صار في توجه كبير على مستوى العالم، وخصوصا بعد ما اعتمدت بريطانيا فكرة البيم، وخصوصا في مشاريعها الحكومية ومشاريعها الريادية. وكانت عندهم خطة إنه يصير implementing للبيم في خلال 5 سنوات من 2012 إلى 2016. فهذا أعطى زخم وأعطى يعني خلينا تسليط ضوء أكبر على موضوع البيم، وانعكس نفس الشيء على موضوع البيم في الهيريتج. طيب ليش الهيريتج لما الان صارت عمليه عكسيه؟ طيب لانك عندك مبنى جاهز للبيم، نحن عارفينه انه بنستخدم المباني اللي هي تحت التصميم او تحت الانشاء، لكن لما نتكلم على البيم انك تبى تبدا من از بيلد ولا على مباني موجوده، طيب وبعد كده بتحولها ل 3 دي مودلز، طيب او خلينا نتكلم على انتليجنت 3 دي مودلز، حتصير عمليه عكسيه. طيب فهنا وصلنا لمرحلة إنه إيش بنعرف البيم. خلينا نتكلم عن تعريف البيم: تمثيل رقمي للوضع الحالي للخصائص المادية والوظيفية للمبنى القائم، سواء كان تاريخي أو قائم. وفيما يتعلق طبعا لازم نضيف التعليقات اللي هي التعديلات أو إضافات أو ترميمات أو صيانة خلال دورة حياة المبنى القائم أو التاريخي. فلازم تكون الداتابيس هذه موجود فيها كل الإيش،
فيها كل الهيستوري للمبنى هذا من ترميمات واضافات، لانه طبعا يهمنا جدا يعني كخبراء في الهيريتج انه نعرف ايش اللي حاصل للمبنى هذه، اي اضافات صايره للمبنى، كيف تاثيرها بعد كده على الاستراكشر حق المبنى. هذه كلها لازم تكون موجوده او دوكيومنتد في الداتابيس حقه المبنى، او خلينا نقول في 3 دي بيم موديل داتابيس. طيب ايش الفروقات اللي حتصير بيننا بين البيم والاكزيستنج بيم والهيريتج بيم؟ طبعا في عندنا عده فروقات، من اهمها انه اكستنج للديتا. طيب والديتيلز اللي صح في البيم حتلاقيها حتكون اقل، حتلاقيها في الاكزيستنج بيم حتزيد، في الهيريتج حتلاقيها اكثر الريسورسز حتى حتزيد عليك معاك اكثر، سواء كانت زي ما قلنا الريبورتس اللي صايره، اختبارات التربه، اختبارات الاستراكشر، الاساسات، اختبارات المواد، الماتيريال، الخشب، الشغلات هذه كلها حتكون كلها كومبينينج في ليش في الهيريتج بيم او في 3 دي موديل حق البيم اللي للمباني التاريخيه. طيب ايش هي فوائدها؟ عندنا فوائد جدا كثيره لاستخدام البيم في الهيريتج. من اول حاجه ممكن فهم المباني التاريخيه وسياقها وموادها وتقنيه البناء، وفي طبعا عندنا مشكله كبيره انه في الغالب لم يتم توثيق العديد من المباني التاريخيه. طيب فهذه طريق عن طريق نمذجه معلومات البناء بنقدر نوثق المباني ونوفر داتا بيس لهذه المباني في حال فقدها او لا سمح الله انهيارها. طيب توفير دراسه كامله لعمليات ترميم مستقبلية قبل اتخاذ القرارات النهائية بالسيميليشنز اللي بتصير للمبنى هذه، فبنعرف ايش الخطوة الجاية اللي لازم تصير. طيب دعم صيانة المبنى، إمكانية عرض النماذج التراثية الأبعاد في بيئة تفاعلية ويمكن استعراضها عن بعد، وهذا شيء جدا مفيد وجدا مهم انك تقدر تسوي خصوصا لأصحاب القرارات، سواء كان يعني لو تكلمنا على يعني كيس ستدي جدة، أصحاب القرار ما هم في جدة، يكونوا في الرياض، يكونوا في مكان آخر يعني، أو انه الناس اللي بيتكلموا في خلال الحظر، في ناس كثيرة كانوا برا السعودية وما قدروا إيش يكونوا يوصلوا للسعودية، فتقدر عن طريق النماذج التراثية الأبعاد التفاعلية ممكن ريموت ليش يتم استعراضها ويتم متابعتها. طبعاً هذا الشيء يعطينا هي يعني شيء بالشيء يذكر إنه عن طريق البيئة التفاعلية والداتا بيسز هذه حقة البيم تقدر ريموتلي تسوي تشيك، تسوي متابعة فولو أب على المودلز حقتك على البروسيس اللي بتصير في الموقع. طيب وانت في مكانك ولا انت في مكتبك. طيب برضو من الناحيه الثانيه لو تكلمنا على ايش العلاقه بين البيم والهيريتج بيم بالليزر سكانينج، طيب هنلاقي انه في زياده كبيره صارت لنمذجه معلومات البناء او البيم. طيب وهذه تطلب مخططات للمباني القائمه، وبالطبيعي انه اصبح المسح الليزر جزء لا يتجزأ من عمليه البيم. طيب كما يتضمن المشاريع هذه دائما تتضمن هياكل جد معقده، أو ما نقدر نأخذها هذه أو نرفعها بالطرق التقليدية بالمسح التقليدي. طيب دائما تكون صعبة، فأفضل طريقة إنك تأخذ المسوحات هذه أو رفع المساحة للأماكن هذه الأماكن الصعبة أو المعقدة عن طريق إيش؟ عن طريق الليزر سكاني. طيب ومن الممكن تعريف المسح الضوئي أو يعني نتكلم سكان تو بيم إلى إنها عملية التقاط الواقع المادي رقميا والتي تغذي المرحلة الأولى لنموذج البيم، وكذلك ايش مراحل تطوير المشروع وصيانته. ليش؟ لانه الليزر سكانينج بناخذه على مراحل. طيب اذا كنا بنتكلم على بيم بروسيس فلازم الليزر سكانينج بيتاخذ على مرحله، كل مرحله وبعد كده بتقارن المرحله اللي بعدها. طيب اذا تكلمنا على السكان تو بيم بروسيس اللي هو الليزر سكانينج، سواء كان عن طريق الليزر سكانينج او عن طريق الفوتوغرامتري، فحنلاقي انه عندنا حاجه اسمها داتا كابشرينج، الحصول على الداتا لا يكون بالامج سيرفي يعني اللي هو نحن نسميه بعض الاحيان الفوتوغرامتري، والليزر سكانينج، وبعد كده في داتا بروسيسنج، وبعدين اللي هي النماذج السكان تو بيم او السكان تو هيريتج بيم وتطلع منها عن طريقها المودلز، وعندنا المرحله الاخيره اللي هي داتا انتجريشن، دمج الداتا او تكامل الداتا. دائما ما بتكون في خلال يعني على في داتابيسز، وتكون عن طريق الجي اي اس او عن طريق يعني البيم داتابيسز. طيب الحصول على البيانات في الليزر سكانينج الحصول على البيانات في الهيريتج بيم او اللي احنا نسميها السكان تو بيم، دائما السكان تو بيم دائما يكون البروسيس هو الكونسيبت منه انه الاعتماد على الليزر سكانينج. طيب وفي هذه المرحله يعني حنلاقي انه الليزر سكانينج، خلينا نتكلم على الليزر سكانينج. طيب بدا استخدام الليزر سكانينج في القرن يعني تقريبا 20 سنه الماضيه. طيب وخلال العشر سنوات الماضيه اصبح استخدامه اكثر شعبيه، وخصوصا لما بدات شركات كثيره تتنافس. طيب
وكان عندنا يعني واختلاف طبعا دقة الليزر سكاننج من شركة لشركة، هذا كمان أثر إيجابيا وبرضه سلبيا على ليش؟ على الماركت حق الليزر سكاننج. طبعا من شعبية الليزر سكاننج سبب فيها إنه كان سرعة السكاننج طيب وسرعة عملية المسح للمبنى مقارنة بالرفوعات المساحية العادية. وبرضه يمكن يعني نقدر نقول إنه الليزر سكاننج طب من مساوئه انه ممكن تكون حجم الداتا كبير، لكن ممكن قد يكون ميزه انه بيعطيك ديتيلز جدا عالي للمبنى او للفراغ اللي انت عامل اللي بتعمل له مسح ليزر. طيب وممكن يعني نصفه انه باداه قياسيه لثلاثيه الابعاد، ودائما ما تنتج سحابه نقطيه الليزر سكان ينتج سحابه نقطيه كل نقطه فيها اكس واي وزي. ومن المهم انه نعرف انه النقاط السحابيه او اللي هي البوينت كلاود دائما ما تعتبر الاودي زيرو في البيم. طيب هذه احد الاجهزه اللي بنستخدمها في المسح الليزري. طبعا تختلف من جهاز لجهاز الفيو رينج اللي يكون فيها، بعض الاحيان تكون راسيا يعطيك 300 درجه وبينما يعطيك افقي 360، وفي اجهزه ثانيه بتعطيك هي 270 راسي و360 زي ما هي افقي. طيب في بروسيس عندنا في الليزر سكانينج في الكابشنج للديتا، اول حاجه اللي هي انكويري معرفة ايش البروجكتس اللي صايرة، ايش اللي نحتاجه في البروجكت، بعد كده اللي هي البروجكت ريكوايرمنت وزيارة الموقع. طيب وبعد كده بنبدأ عملية السيرفي والمسح الليزري، بعد كده نبدأ في المسح والبروسيسنج للديتا. المرحلة الخامسة، المرحلة السادسة هي تحويل الديتا هذه إلى فيرتشوال انفايرمنت، والمرحلة السابعة هي ايش تسليم الديتا. بعد كده لو تكلمنا عليها از بروسيس، طيب حتلاقي أول حاجة عندنا تجهيز المواقع، وبعد كده عملية المسح الليزري والعمل في المواقع في الأوفيس والبروسيس، بعد كده ريجستريشن، عملية الريجستريشن لهذه النقاط السحابية ومعالجتها المرحلة الخامسة وتهذيبها وإزالة كل النويزز اللي فيها، والمرحلة السادسة اللي هي عملية المودلينج وتحويلها إلى نماذج ثلاثية الأبعاد أو نماذج بن. طيب هنا عندنا زي ما احنا شايفين عملية الريجستريشن طيب والعملية النويزز طيب كليننج اللي صايره هنا، هذا احد المباني التاريخيه اللي اشتغلنا عليها في منطقه جده. شايفين هنا بنحاول نسوي اكستراكتنج للرواشين. طبعا المرحله الاخيره هي مرحله موديلنج. طيب من ضمن الاشياء اللي ضروري نوفرها في الهيريتج بيم اللي هي الكومبوننت لايبرري، جدا ضروري ومهم انه توفر لايبرري او فاميلي لايبرري طيب لهذه العناصر المعماريه. طبعا هي جدا صعبه ولازم تتحول الى بارامتريك لايبرري او بارامتريك اليمنتس بحيث انك تقدر تحطها فيت في اي مكان اخر في الموقع او تسريع عمليه الموديلنج. طبعا هذه احد الرواشين اللي اشتغلنا عليها برضه نفس الحكايه، حولناها من سكان تو بيم بارامترز معينه بحيث انه تقدر فيت لاي مشروع ثاني ولاي رواشين مشابهه لها، طبعا مع تغيير بعض العناصر وبعض التفاصيل المعماريه. هنا برضه تحويل البوينت كلاود الى بيم موديل، البروسيس اللي صايره، وبالتالي بعد كده نقدر نحصل على البيم موديل كامل بكامل الرواشين بكامل التفاصيل اللي صايره معايا. طيب خلينا نتكلم على كيس ستاديز. طبعا هذا مسجد الربوع، ممكن يعني هنتكلم عليه هنا. مسجد الربوع طبعا اتهدى المسجد، وكانت هذه مبادره شخصيه يعني بحيث انه كنا نبغى نطلع المودلز كانها يعني إعادة لتصور المسجد وإعادة إلى بنائه، إعادة بنائه. طبعا فاستخدمنا الليزر سكانينج عشان نوثق الوضع الحالي ونطلعه كما يعني كما هو في الوضع الحالي بعد الهدد اللي صار. طبعا هنا نلاحظ في الليزر سكانينج كيف اللي صاير. هذه أجزاء كبيرة من الليزر سكانينج اللي عملناها للمبنى، وشايفين هنا القبة كيف انهارت. طيب هنا حولنا الموديل من اللي هو الوضع الحالي as built الى ايش الموديل في الوضع السابق. طبعا كانت الفكره يعني بس للاسف ما اكتملت، انه يعني بنحاول نحط بروبوزل للوضع اللي هو المهدوم الاستفاده من ده الوضع بحيث انه نطلعه بصوره يعني بالمحافظه عليه بصوره اكثر يعني خلينا نقول جاذبيه وتوسع للمسجد طيب بحيث انه ما تاثر على الاساسات والتاثير على كامل الشكل المبنى. طيب وهذا ايضا بروجكت ثاني سويناه في جده التاريخيه.
طبعا الفكره من هنا انه يصير دوكيومنتيشن للمبنى، طيب، وتوفير داتا من ناحيه بلانات اليفيشنز سيكشنز، وطبعا ال 3 ديز اللي هتطلع من هنا. فهذه الداتا كلها هتكون انبوت طيب لل 3 دي موديل او 3 دي بيم موديل اللي هيطلع. هنا الاوتلاين للمبنى السايت بلان، طيب، وهنا يعني هذه واحدة من المشاريع اللي جدا يعني خلينا نقول تخلصت قريب جدا، بيت لورانس، لورانس هاوس في ينبع. طبعا باختلاف بغض النظر عن انه هل هو بيته او مو بيته، هو لورانس في ناس بيقول لك انه جلس في البيت ده يومين، في ناس بيقولوا جلس شهرين، وفي ناس قالوا سنتين. ولكن خلينا نتكلم على العناصر المعمارية، وخلينا نتكلم عليه as a project. طبعا هو البيت في ينبع مساحته تقريبا حدود 70 متر، هو هذا الموجود اللي هنا عليه الهايلايت ده. طيب، طبعا بدأت عملية التوثيق طبعا باستخدام الدرون، وثقنا المبنى من كل الجهات، وعملية الفوتوغرامتري زي ما احنا شايفين هنا المدخل، هذا هو فقط البيت. بعد كده برضو التصوير الجوي، اشتغلنا على البيت تصوير جوي وعملية فوتوغرامتري. طيب، حددنا اللي هي اللي خلينا نقول الحوائط المبنى، وحددنا البوندريز حقت المبنى، أخذنا برضو أورثو فوتوز للمبنى من جوي باستخدام الدرون. وبعد كده دخلنا على برامج الفوتوغرامتري بحيث طلعنا موديل كامل للجزء للمبنى والجزء المحيط به. طيب، وحددنا الانترنس للهاوس، المين انترنس فينا. طيب، وبدأنا بعد كده مسح ليزر للمبنى كاملا وللأجزاء المحيطة به. طيب، عن طريق المسح الليزر طبعا طلعنا البلانات الاساسيه للبيت، وطلعنا الدور الثاني الفيرست فلور، طبعا هذا الجراوند وده الفيرست فلور، وطلعنا السيلينج للسيلينج بلان، واخذنا برضه سكاشن سكشنز في نفس البيت، سكشن للواجهه الاليفيشنز والساوث اليفيشنز، وهنا عندنا سكشن اي اي في كامل المبنى التاريخي طبعا. وبعد كده حولناه لبيم موديل، هيريتج بيم موديل، وبدانا نطلع منه الاوتلاينز والاجزاء المهدومه من المبنى والاجزاء اللي لساتها قائمه. هنا الاجزاء المهدومه واضحه، هنا هذه الاجزاء المهدومه من المبنى، وطلعنا برضه الاليفيشنز في الوضع الحالي، سكشن للوضع الحالي. طيب، او برضه سكشنين ثانيه للوضع الحالي. طيب، وتصور كيف الايزومتريك سكشن للمبنى ككل، نفس الحاجه من الجهه الثانيه. طيب، وايزومتريك فيو للساوث اليفيشنز من ناحيه الساوث. طيب، وهنا من ناحيه الايش؟ من ناحيه الستريت فيو. وحددنا كمان في نفس المبنى فين المشاكل اللي صايره، فين الاشياء الناقصه، الروفينج، طيب ايش اللي صاير، فين الروف اللي ناقص، الفلورز اللي ناقصه. طيب، تحديد العناصر الميسنج زي اللي هي الرواشين، كانت فيها اجزاء كثيره من الدرج ميسنج. طيب، نفس الحكايه للشبابيك في المبنى. وبعد كده دخلناه يعني على الهيريتج بيم بروسيس، وطلعنا منه وبدانا نسوي الموديل من جديد ونتخيل كيف كان. طيب، طلعنا بالروشان، طبعا رجعنا للمصادر التاريخيه، رجعنا للهيستوريكال خلينا ستاديز وريسيرشنج عشان يطلع كيف العناصر المعماريه دي المفقوده. طبعا هذه بروسيس ثاني بحيث انك تغذي في البيم موديل. رجعنا برضه للانتيريال، طبعا استعنا بالريسيرش ستاديز اللي صايره كيف كان الانتيريال في ذيك الفتره، وحاولنا نحاكي. طيب، هنا عندنا فيديو ممكن نعرضه على البروسيس كامل.
طيب، وهنا عندنا شوية أبحاث اللي اشتغلنا عليها، ممكن ترجع اللي حابب يرجع لها. ويعطيكم العافية. يعطيك العافية دكتور أحمد على هذه المحاضرة. يعني إحنا لاحظنا يمكن ولامسنا التطور الكبير في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات في الآونة الأخيرة، وهذه سبب الثورة يعني في عدة مجالات وعدة تخصصات، وكان من إحداها أو من إحداها اللي هو تخصص العمارة. وأنت ما شاء الله من أوائل الناس اللي أدخلت توظيف التقنية يعني في مجالها، واللي توفر كثير من الجهد والوقت، وشفنا تجاربكم ما شاء الله على أرض الواقع. دكتور أحمد، إذا تسمح بس ناخذ مداخلات وأسئلة طيب، الأخوة تفضل تفضل. والأخوات الحضور. طبعا المشاركة إما بمشاركة صوتية عن طريق رفع اليد، وسيتم أخذ المشاركات حسب الأولوية، أو بكتابة أسئلتكم على صندوق الرسائل، وسيتم إن شاء الله طرحها لضيفنا لهذا المساء. دكتور محسن، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لبوتقة لتنظيم مثل هذه المحاضرات القيمة، والشكر للدكتور أحمد على محاضرته القيمة. طبعا معكم الدكتور محسن قرني. طبعا حقيقة يعني أنا سعدت بالتجارب اللي طرحها الدكتور أحمد، سواء كان في جدة التاريخية أو في ينبع، وهذا حقيقة التقنية اللي فعلا نحتاجها في توثيق مباني التراث. ولعلي يمكن هنا استعرض يمكن تجربة قامت فيها وزارة السياحة والتراث الوطني، ثم بعدها هيئة التراث في وزارة الثقافة، وهي توثيق المباني التراثية. طبعا تشرفت بالإشراف على مشروع سمو الأمير محمد بن سلمان لعمار المساجد التاريخية، وثقنا أكثر من 130 مسجد تاريخي باستخدام 3D ليزر سكانن، ووثقناها حقيقة في المخططات. طبعا بالإضافة إلى عملية التوثيق بالليزر سكانين، كان نستخدم أيضا المقابلة مع الناس، يعني كيف المسجد كان بعضها متهدم، كيف يعني على أساس أنك تعيد بناء المسجد. طبعا يساعدك في الليزر في عملية التوثيق وإظهار العيوب، سواء كانت إنشائية، معمارية، تقنية. من هذه طبعا تطلع معك المخططات المعماريه مثل ما ذكرت، تطلع معك التفاصيل منها، ايضا تستطيع انك تضع ايضا الكميات للعمل بحيث انك تعرف بالضبط كم يكلفك هذا المبنى. ولله الحمد وثقت هذه المساء اكثر من 130 مسجد، وبالاضافه الى حقيقه ايضا المركز التراث العمراني في هيئه التراث وثق العديد من القرى التراثيه باستخدام نفس التقنيه. أيضا تم نشر ولله الحمد الآن أطلس المساجد التاريخية، يحتوي على 50 مسجد تاريخي في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية، موثقة بنفس هذه التقنية، ويعني ظهرت حقيقة جمال وتنوع وثراء التراث العمراني. فالشكر لك دكتور أحمد على اهتمامك بهذا المجال. عندي تساؤل بسيط جدا، يعني لاحظت في المشربية اللي يعني عدت تكوينها في المبنى انها اخذت دورين، بينما في المباني المجاوره كانت المشربيه على كل دور. فهل هناك يعني مصدر يعني فعلا يعني رجعت له فعلا وثقته من هذه المعلومه؟ شكرا للجميع. طيب العفو، شكرا دكتور على مداخلتك، وحقيقه شرف انه يعني تتداخل معنا وتكون معنا الليله. بخصوص المشربيه، اتوقع انه لا، هي احنا رجعنا للصوره القديمه اللي وجدناها. طيب، من الكتب اللي كانت اللي حصلنا عليها حقيقه من المالك. طيب، وبرضه لقينا صور شويه اللي لقيناها في يعني في الارشيف، طيب، اللي بتكلم عن لورانس والشغلات هذه. فرجعنا سوينا الموديل على حسب الموجود. طيب، فجات بالفعل على ارتفاع، بس هي ما هي دورين، هي جات على ارتفاع الدور كامل للمبنى. ممكن الجزء الخلفي صح كانت جاية جزئين، جزء تحت وجزء فوق، بس هذه أخذناها بيس على المبنى اللي جنبه. يعني سوينا دراسة مقارنة للمباني وطلعنا بهذه الواجهة. أتمنى أكون جاوبتك. جميل، يعطيك العافية. الله يعافيك. طيب
طبعا دكتور محسن القرني شارك معنا قبل ذلك في ملتقى البوتق الأسبوعي بعنوان تنوع وثراء عمارة المساجد التاريخية، وهذه يمكن إشارة برضو كمان للي مطلع أو محب أو شغوف للتراث أنه يشاهد إن شاء الله حلقته الموجودة في قناتنا على اليوتيوب. دكتور أحمد، يعني يمكن أنا بستغل الفرصة هذه، ويمكن أغلب الحضور من المعماريين والمتخصصين، فتحملنا شوي، يمكن أسئلتنا حتكون شوي تكنيكال في هذا الموضوع. تفضل. الله يحفظك. يعني احنا قاعدين نشوف الآن أغلب المشاريع اللي قاعد تسوونها الآن وترفعونها، يعني هذه أكيد حتكون مشكلة أو معضلة كبيرة من ناحية التخزين والمساحة والسبيس، فكيف تواجهون مسألة أرشفة هذه الأعمال عندكم؟ والله هي يعني هي الآن مشكلة جدا كبيرة، صحيح أتفق معك 100%. البوينت كلاود حجم الديتا، يعني شفت المشروع ده، الآخر مشروع اللي عرضناه، مشروع اللي هو بيت لورانس، مشروع 70 متر مربع، طيب حجم الداتا لا يقل عن 30 جيجا. طيب تحميل الديتا، إرسال الديتا للكلاينتس، هذه كلها مشاكل تواجهنا بالفعل، صحيح. عشان كده تلاقي يعني أغلب الديتا بتتحول إلى صيغة ثانية، الصيغة الثانية لما تيجي تحولها بتفقد كمان كمية من الديتا، فترجع يعني تحول تصغر الديتا، فهذه كلها مشاكل تواجهك. لكن حليناها، استخدمنا يعني سيرفرز. طيب طبعا في سيرفر تقدمها شركة أوتوديسك، وفي سيرفرز تقدمها شركات ثانية بتخزن فيها الديتا، طيب، وبتعطيك إمكانية للبراوزنج واللي خلينا ريبريزنت الانفورميشن هذه أونلاين، فهذه سهلت العملية، وبتعطيك بعض الأحيان إنه يعطيك زي الأكسس إنك تسوي لها داونلود، بس هتاخد وقت. عشان كده أنا ما دائما يعني الكلاينتس ما بنعطيهم الديتا هذه إلا أونلاين عشان خاطر يقدر يستفيدوا منها. فهي بالفعل أنا أتفق معك 100%، هي مشكلة البوينت كلاود جدا ثقيلة، عشان كده تلاقيهم بعض الأحيان ليش جالبيم عشان خاطر ممكن يقلل أو يحل جزء من المشكلة هذه، إنه الديتا الكبيرة هذه. جميل. والبوينت كلاود، إذا تصح لي إذا كانت المعلومة صحيح خاطئة، صحيح كل ما كثرت البوينت كلاود كل ما كانت دقة الموديل أفضل وأدق؟ يس صحيح 100%، لأنه زي ما تقول هي دائما بنحسبها هي بوينتس، بوينت وجنبها بوينت. طيب تتخيل لما يصير أوفرلاب بينها، يعني أنت بتاخد بوينت هنا وبوينت هنا، وتيجي الأوفرلاب الثاني أو السكان اللي بعده، فتيجي بين الفراغ بين النقطتين اللي هنا بتاخدها، فبتقرب النقاط بيناتها، فكل ما زاد السكانز طيب بتزيد النقاط وبتزيد كثافة المسحة أو الليزر سكانك، طيب، وبتعطيك جودة أكثر، جودة أعلى طبعا. طيب وفي طريقة ثانية إنه تكون السكانة تأخذها هاي ديتيلد ولا هاي ريزوليوشنز، طيب، فتقدر تغنيك عن فكرة هذه. طيب على حسب السبوت هذه في كمية وفي عدد محدد من النقاط، ماشي، فعلى حسبه تزيد الجودة حقت النقاط أو جودة الإسكانة بالأصح. طيب دكتور أحمد، يعني لما تكون النقطتين موجودة ما بينهم عادة تكون خطوط مستقيمة، فهل معناته هذا الشيء لما تكون مثلاً لما نلاحظ في مثلاً خطوط منحنية أو arches أو شيء زي كذا، هل تكثر فيها النقاط عند المنحنيات؟ طيب طب خلينا نتفق على حاجة، الليزر سكانينج فيه مشكلة، يعني هذه من عيوبه. طيب لما نيجي نقارن في، طيب يعني هذا هخش لك شويه تكنيكال، عندنا حاجه اسمها فوتوغرامتري وحاجه اسمها ليزر سكاني. الفوتوغرامتري بيطلع لي بوينت كلاود، طيب البوينت كلاود ايش الفرق بين الفوتوغرامتري والليزر سكاني بوينت كلاود؟ الاثنين لما تيجي تفتحها في عديد من الناس ما يفرق، بيعمل لك مسح مسح تصويري وبيقول لك هذه ليزر سكاني، طلع لك بوينت كلاود. طبعا ما بيعرف الكلاينت انه هذه بوينت كلاود طالعه من فوتوغرامتري، طيب بحسب انها طالعه من ليزر سكانينج. لكن هي بالفعل فيها مشاكل كثير بين هذه لها مشاكل وعيوب، وهذه لها ميزات وعيوب، ودي لها ميزات وعيوب. الكيرف، لما تتكلم على الكيرف، الليزر سكانينج جدا ضعيف في الكيرفز وفي الحدود، طيب، بينما تلاقي التصوير الفوتوغرامتري اللي بتطلع منه البوينت كلاود تلاقيه في الايدجز جدا ممتاز. فهنا فكرة التداخل اللي صايرة بين الفوتوغرامتري وبين الليزر سكانينج بتحل المشكلة الحدود هذه، طيب بتعطيك edges نظيفة. وبرضو بخصوص الكيربز نفس الحكاية بالكيربز، لأنه هو بيسحب معاك الليزر سكانينج، فتضطر في الكيرب بتاخد أكثر من سكانة، أكثر من ستيشنز حوالين الكيرب أو حوالين الأسطوانة هذه عشان تغطي لك الجزء هذا، طيب، لأنه النقاط الليزر سكانينج جاي إشعاعي، طيب خطي،
ماشي، فبيعمل لك ايش؟ بيغطي النقطتين هذه وبيجيب نقطه ثالثه بيناتهم. اتمنى وضحت وشرحت. واضح واضح ممتاز. طيب تمام. طيب احنا يمكن في سؤال برضه كمان بخصوص، في يوجد عدد من المشاريع تحسين الحضري، وعاده ما يتم مسح واجهات المباني التجاريه في الشوارع وخلافها بغرض دراستها واعاده تاهيلها. عاده ما يتم استخدام بعض الادوات في 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 توثيق هذه الواجهات، خلينا نقول مثلا شبيهه للادوات التي يتم استخدامها في جوجل مابس لما تصور فيها 360. هل هذه تكون من ضمن الادوات الليزر او تكون تصوير فوتوجينيك؟ فوتوغرامتري للاسف لا دي ولا دي للاسف، بس ممكن تكون كمدخل او يعني ممكن نقول انها مدخل او تغذي الفوتوغرامتري، لكن طبعا الفوتوغرامتري تكنيك مختلف تماما، في اوفرلاب بين الصور وفي تكنيك معين انك تاخذ الصور به وبعدين تسوي لها بروسيسنج عشان تطلع ب 3 دي مودلز هذه، لكن لا شويه مختلف الموضوع هنا حيكون. جميل. طيب الدكتور في سؤال كان يسالني عن طريقه تحويل البوينت كلاود الى ريفت موديل، عاده لما تتحول لريفت موديل صعب التعديل عليها، فهل في طريقه معينه لاضافه بعض الادوات او التاثيرات عليها؟ في برامج كثيره ممكن تستخدمها يعني عشان تعدل عليها، بس انا ماني فاهم يعني ايش الصعوبه في التعديل، ايش قصده بالصعوبه في التعديل؟ تعديل المودلز بعد ما تاخذها بوينت كلاود؟ اعتقد المهندس محمد سال السؤال، تفضل مهندس احمد. الريفت تعديل الموديل عليه جدا بسيط وسهل، يعني هو ده جمال الريفت، ما هو زي 3 دي ماكس او اللي هو الراينو. الراينو تعرف الريفت لما تغير حاجه كلها داتا بيسز بنتكلم عليها وكلها لينك تو ايتش اذر، يعني كلها في ريليشن شيب بتوين الاليمنتس، لما تغير واجهه بتتغير معاك الاليمنتس كلها اللي مرتبطه بهذه الواجهه. بينما لما تلاقي في الراينو او تلاقي في 3 دي ماكس لا، الموضوع انه بتتكلم على اوبجكت او مش. طيب الله يعطيك العافيه دكتور. هو كان الاستفسار انه احنا تعاملنا قبل كده مع البوينت كلاود بغرض ترميم مناطق كانت موجوده، فتم رفع المنطقه بالبوينت كلاود. المشكله اللي واجهناها انه كيف نستعمل الداتا هذه، كيف تتحول الداتا هذه من بوينت كلاود لشيء احنا نقدر نتعامل معاه ونعدل عليه. فكانت فادتنا كثير بالتوثيق، توثيق المواقع، لكن ما قدرنا نستفيد منها في تسريع رفع المواقع هذه لأنه كانت مساحات كبيرة. فإحنا كنا بندور على شيء إنه يسهل لنا إنه رفع المناطق هذه. طيب طيب هذه ترسلها على هناك، ترسلها على المكتب عندنا. طيب ترسل الطلعة هذه. بالفعل. لا بس انا السؤال، هل يتم التحويل من البوينت كلاود لل للبرامج الاخرى يدويا باعاده رسم كل شيء، او هل في شيء يحولها مباشره؟ لا في تحويل مباشر. طيب اذا تتكلم على مباني هيريتج صعب جدا التحويل التحويل اللي هو خلينا تقول الاوتوماتيك. طيب حتحولها عن طريق طبعا مانوالي حتصير هذه المباني الهيريتج، لكن في بعض الاحيان في هي زي الاليمنتس، عارف لما تقول تتكلم على يعني خلينا نتكلم على سيارة معينة أو عمود معين أو حاجة أو جدار، ففي برامج كثيرة بتقراها طيب وبتحولها على طول، بتاخذها من الداتا بيسز وبتبدأ ترفع لك الجدار. طيب إذا كانت تتكلم على يعني عناصر معرفة مسبقا ماشي، لكن إذا عناصر جديدة خصوصا المباني اللي نتكلم عن مباني الهيريتج أو غيرها لا، حيكون صعب، لازم تبدأ من الجديد، تبدأ ترفع المودلز هذه أنت بنفسك مانوال. لأنه هي تمت عن طريق مكتب وكان في فريق. الطريقة اللي صارت واحد من اثنين، إما إنه كانوا يستعملوا ال point cloud كريفرنس ويشفوا عليها كأني أنا حاطط صورة وأرسم عليها من جديد، وهذا الشيء طبعاً يأخذ وقت مرة كبير لما يكون الشغل على أحياء كاملة، فالمشاريع ما يكون فيها الوقت الكافي إني أنا أسوي هذا الشيء. أو الشيء الثاني كان أحياناً تم تحويل أظن لراين وبرامج أخرى، لكن حجمها كان جدا كبير، ولما انقلت النقاط فيها صارت الاشياء ما هي صحيحه، يعني المباني كانها جبل، كانها كيرف طالعه، المش ما هي صحيحه، ما بتعطيني الزوايا الصحيحه حقت المباني. صحيح. ففي النهايه ما قدرنا نستفيد منها ورجعنا للطريقه التقليديه. فانا هذا هو سؤالي، هل كان في خطا في البروسيس اللي احنا سويناها، وهي دي البروسيس لكن
ما وصلت التكنولوجيا اللي نقدر نستعملها في المشاريع الكبيرة للآن. أنت ماشي كويس بس وصلت لمرحلة يعني وقفت فيها. طيب في كثيرة برامج ممكن تساعدك في عملية اللي خليني أقول تسريع البروسيس هذا، ماشي، برامج جدا كثير، ويعني خليني أقول لغات برمجة مرة كثير ممكن تساعدك في تسريع الطريقة ربط العناصر بين الرأي. طيب تربط لك الأشياء هذه وممكن تسريع عملية البروسيسنج. أنت كنت ماشي صح لكن أنت وقفت في مرحلة يعني ممكن يعني ممكن خانتكم شوي يمكن الخبرة، لكن ممكن لو يعني لو استخدمت البرامج الثانية هذه ممكن كانت ساعدت في عملية البرمجة. طيب أو عملية المودلينج. ماشي جميل. طيب في مداخلة من المهندس وجدي عطوة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور احمد؟ ان شاء الله حالك ان شاء الله طيب. والله تمام، والله يسعدك يا غالي. كيف امورك ان شاء الله؟ سعدتنا جدا بالبرزنتيشن، كان جدا جميل. وانا طبعا طالب دكتوراه ببحث في مدينه العلا في توثيق المباني التاريخيه باستخدام اللي هي ال 3D documentation. الصراحه جدا استفدت من المحاضرة اللي قدمتها، الله يسعدك. بس أنا كان مداخلتي اللي لاحظته إنه في مدينة العلا أنت تكلمت عن حاجة اسمها photogrammetry processing وفي حاجة ثانية اسمها laser scanning. بس اللي حصلته فيها شيء اسمه lidar scanning، وكانوا أغلب اللي هو لتوثيق مدائن صالح كانوا في تيم هناك بيستخدموا lidar scanning لتوثيق اللي هي القبور حقت مدائن صالح. فهل في اختلاف كبير بين هل تختلف هذه الليدر سكانينج او هي مشابهه؟ لانه انا صراحه حاولت اجرب التكنيك هذا وبرضه لقيت فيه الدقه عاليه في عمليه او مقاربه لعمليه الليزر سكانينج في توثيق المباني التاريخيه، ولا هي لانه برضه بتعطي اي كلاود also يعني فون كلاود. طيب هذا السؤال ممكن اوجهه لك، ايش لقيت الفرق لما زيت طلعت؟ ايش المميزات اللي حصلتها؟ هل كانت السرعه مناسبه؟ ايش البرنامج اللي استخدمته؟ ايش الاجهزه اللي استخدمتها؟ لا الصراحه الاجهزه اللي استخدمتها هي بيسك يعني من عنده، بس انه اللي واجهته انه انا حسيت انه الليزر سكانينج او الفوتوغرامتري برضو بتدي ادق تفاصيل. الليزر سكانينج لازم يكون في رينج معين، احيانا انك انت لازم تكون على مسافه معينه، ما بيغطي كامل المسافات الكبيره. يعني تعرف مدائن صالح تتكون من جبال شاهقه وعاليه، فاحيانا ما لازم ياخذ الليدر جوي على اساس يغطي المناطق العاليه. لكن من وانت في يعني اللي هي الليفل اللي يسموها اللهم صل وسلم عليه، وانت من الارض ما تقدر تاخذ او تغطي الكميات الكبيره بالليزر سكانينج، لكن بالليزر سكانينج ممكن ياخذ. فهذا اللي انا حسيته فيه يعني صراحه. اكزاكتلي انت اللي بتتكلم عليه، مظبوط كلامك. هي في الاخر تو تكنولوجي، تو تقنيتين بتكمل يعني احداهما الاخرى، وعشان كده وصلنا لمرحله التكامل الانتجريشن اللي صاير بين الفوتوغرامتري والليدر وبين البوينت كلاود والليزر. طيب وفي ناس كثيره كانوا بيعتبروا الليدر انه هو تطور الليزر، تطور للليدر. طيب او خلينا نقول انه يعني مكمل له، ماشي. فكلها يعني انا اشوف من وجهه نظري انه الانتجريشن بين هذه التكنيكس هي الفائده اللي تطلع منها بالفائده الاكبر. طيب فتطبيقها على مدائن صالح على حسب، خلينا نقول على حسب ايش الريكويرمنت، ايش اللي تبغى توصل له في الاخر. هل يكفيك انك تستخدم الليدر او تحتاج فوتوغرامتري؟ يعني في احد المشاريع افتكر كنا بنستخدم الفوتوغرامتري مع السوبرفايزر حق ايام دراستي في الدكتوراه، كنا بنستخدم الفوتوغرامتري عشان نقيس الشقوق والتصدعات في الخرسانه. طيب معايا؟ وكنا نستخدم برضو الليزر سكانينج عشان يطلع نفس التشققات، وكنا نحسب بينات الفروقات اللي صايرة. طيب
طبعا نفس الشيء حارجع لنفس الموضوع ده مرة ثانية للكلام اللي تكلمت قبل شوية، إنه في فروقات وفي ميزات وفي عيوب بين الليزر سكانينج وبين الفوتوغرامتري وأكيد بين الليزر. طيب كل واحدة فيها إيش فروقات وفيها ميزات وفيها عيوب وكلها تكمل بعضها. لما سوينا انتجريشن بين الليزر سكانينج والفوتوغرامتري طلعنا الإيدجز مضبوطة حتى في إيش في الكراكس هذه اللي طالعة. طيب وطلعتنا برضو الدبث حق الكراكس اللي صاير. جميل جدا، شكرا يا غالي، الله يسعدك. الله يخليك، شكرا لك. عندنا مداخلة من بروفيسور عبد المحسن فرحات، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا دكتور. اهلا اهلا، شكرا للاخوة في بلطقة، وشكرا للدكتور احمد بيك بيك او احمد بيك باشعي. الله يسعدك دكتور. الله يكرمك. انا بالنسبة لي الامور التقنية يعني كأني بأنصت لتقنية فضائية يعني، لكن بحاول اتعلم وبحاول استجمع يعني تفكيري هو في نفس الوقت أنا برضو بحاول أحلم شوية يعني، فأرجو أنك تصححني يعني. نمرة واحد اللي أنا فهمته إن دي تقنيات متقدمة للسيرفيينج. يا سلام، مظبوط دكتور، اكزاكتلي كلامك صحيح. يس مظبوط. هل دلوقتي بقى في إمكانيات للتحليل للأناليسز باستخدام هذه التقنيات؟ يعني بحيث يخش برضو أبعاد فكرية وأبعاد يعني زي ما تقول guiding principles للديزاين. فعلى سبيل المثال يعني أصله يعني هو يعني لا يخفى عليك إن في نوع من أولا من الاستقطاب في اتجاهات العمارة الحديثة والمعماريين العرب عموما والسعوديين بالتأكيد، اللي هو اتجاه ممكن يكون أقرب للتراث، اتجاه يعني مش عايز يبص للتراث خالص يعني، وفي in between بس مش واضح what is in between يعني. ففي نوع من يعني أنا بشوفه نوع من الاستهانة بالرواشين، يقولك ده بقى هيحط رواشين وبتاع، كأن الرواشين دي حاجة بسيطة يعني، بينما أنا بشوف إنها يعني تعبير حضاري يعني مهم، مش بس تاريخيا مهم، حتى في الوقت الحالي بتدي تأثيرات لا نحصل عليها من الشباك العادي أو الزجاج العادي. بس الكلام عايز يبقى يعني مور analytical يعني مور يعني موضوعي وتحليل منطقي يعني. على سبيل المثال يعني هو حسن فتح الله يرحمه كان عمل بالتصوير الفوتوغرافي العادي مقارنة بين اللوفرز والمشربيات في حالة القاهرة، وورى ازاي ان تأثير المشرب بيعمل نوع من زي ما تقول الدانتيلا او الفلترينج، ما بيخبيش المنظر تماما لكن بيخلي طبعا اللي في الداخل مستور. لكن أنا اللي بدور عليه حاجة تانية كمان، اللي هي تأثير الضوء، أشعة الضوء مثلاً وهي داخلة، إيه درجات الإضاءة في الفراغ يعني. كل الكلام ده مش موجود في الشباك المودرن العادي، وإحنا قابلينه بمنتهى البساطة وبنهمل الكنوز بتاعتنا كده بمنتهى البساطة يعني. فهل في إمكانيات لعمل أناليسيز مثلاً السوليدز أند فويدز في نوعيات الرواشين وفي القطاعات المختلفة منها وفي الأجزاء المختلفة منها السفلية والعلوية، تأثير الشمس ثم تأثير الإضاءة ثم تأثير درجات الإضاءة في الفراغ، هل كل ده ممكن تتبعه يعني بحيث التقنيات ما نتهش في التقنية بس، أو مش ما نتهش أنا آسف، ما نستغرقش في التقنية بس كبرودكت ونبقى إحنا نفسنا technological creatures يعني، لا يبقى كمان بنفكر وإزاي نستفيد من هذا يعني. والله أعلم، وشكرا، ألف شكر. طيب دكتور يعني مداخلة جدا قيمة، وحقيقة يعني أشكرك عليها دكتور، وكلها يعني كلها points valid. أول حاجة دكتور بخصوص أنه تقول لي surveying هو yes surveying، نعتبره surveying جزء من surveying، لكن لا يقلل أنه من السيرفير حقيقة ولا يعني التقنية حقيقة السيرفيرز. ثاني حاجة دكتور بخصوص التحليلات، طيب التحليلات بيس على الليزر سكانينج ويكود، طيب في برامج كثيرة بتاخد لوغاريثمكس كثيرة وبتحلل البوينت كلاود هذه،
بحسب يعني كل بوينت كلاود بحسب هل هي بتتكلم على فيجيتيشنز، بتتكلم على اسفلت، بتتكلم على كونكريت، بتبدأ تفصل بينها. طيب وبتعطيك هي فرضا إذا كان اسفلت بيفصل لك الاسفلت عن البوينت كلاود اللي هي حقت الشجر. طيب على حسب كل بروجرام وعلى حسب كل الالجوريثمز شغالة في البروجرامز هذه. طيب هذا الشيء. إذا بنتكلم على موضوع بيم، إذا حطيناه في إطار البيم فور شور دكتور هذه كلها بتتنفذ وصايرة اوريدي. افتكر على سبيل المثال احنا اشتغلنا اخر شيء مع الدكتور علاء العيدروس والدكتور اياد الميمني، اشتغلنا على تحليل باستخدام البيم لواحد من المباني التاريخيه وشفنا هل هي سيوتبل يعني فتره الكورونا وفتره الحظر، هل هي سيوتبل لذي الفتره او لا، هل هي ممكن تتعايش، الناس ممكن يتعايشوا. وطلعنا بابحاث ونتائج مره كثير باستخدام البيم، خلينا نقول البيم تولز ماشي. وبرضه من ناحيه تحليل الرواشين بالضبط افتكر انا يحضرني انه الدكتور احمد خان اشتغل على واحده من البيبرز اتكلم عليها، وافتكر كمان انه الدكتور مصطفى صباغ برضه اتكلم عن الموضوع ده ان ديتيلز واتكلم عليه في رساله دكتوراته، في رساله الدكتوراه حقته اتكلم على موضوع الرواشين وعن الشغلات هذه باستخدام برامج البيم، باستخدام تحليلات البيم. فالموضوع valid والموضوع يعني في ناس كثير اشتغلوا عليه. وبرضه احنا من تحليلاتنا يعني لسه قبل يمكن اسبوعين او ثلاثه شغالين على بروجكت في له تحليلات بنفس الطريقه هذه، بنحلل السوليد والفويد باستخدام البيم. طيب بنحلل كل المباني هذه، بنحلل خلينا نقول اللي هي الكتل المبنى، بنحلل الرواشين، بنحلل السيركيليشنز حقه الهواء داخل المبنى. فهذه كلها عن طريق برامج البيم اللي بتكلم عليها اللي هي الامبريلا الكبيره اللي فيها اكثر من تولز واكثر من اناليسز ممكن تصير عن طريق البيم مودلز هذه. بس الفكره هو مين اللي هو يقدر يشتغل عليها، مين اللي عنده المفاتيح ويقدر يشتغل عليها. اتمنى جاوبتك دكتور. طيب اتوقع يمكن المعلومه وصلت. يعني في سؤال من الاخت المهندسة هلا العجيمي تسأل هل تم تطبيق التقنية على مباني في مكة؟ التقنية والله يعني على حد علمي يعني أنا ما اشتغلت لسه إلى الآن في مكة، لكن على حد علمي في أكثر من شركة شغالة على نفس البروسيس هذا في زي اللي كان أيام الرواق العثماني. طبعا ترفع كله ليزر سكانينج للرواق العثماني قبل ما تصير التوسعة بحيث إنه يقدروا يرجعوا نفس الرواق العثماني في نفس مكانه بنفس الترقيم اللي صار، رقموا كل حجر ورجعوا في نفس المكان ركبوه. أعتقد كمان في واحدة من المشاريع، لكن يا الأنفاق أغلب الأنفاق صارت طبعا لأن تقنية الليزر سكانك مو بس تستخدمها على المباني، تستخدمها برضو على الأنفاق، تستخدمها برضو. أنا دا يعني مثال دائما بطرحه للشباب عندي في الجامعة بقول لهم استخدام الليزر سكانك برضو للانهيارات الصخرية. طيب إذا لا سمح الله صار انهيار تبى تعرف الديتكشنز للانهيارات فين حتصير، يعني زي ناخذ على سبيل المثال طريق الهدف، اذا بتعرف ايش اللي صاير التغيرات اللي صايره في الكتله حقت الكتله الصخريه وبتعمل سكانز متتابع يعني بفترات متتابعه وبتعمل كلاود كومبيرنج بينها عشان يطلع لك قديش الفروقات وفين الاماكن الحرجه او الاماكن اللي بتصير فيها انهيارات. نفس الحكايه صار للانفاق في مكه، في اكثر من نفق واكثر من بروجكت صار في مكه على حسب علمي. وبرضه مشاريع الحرم الى الان شغالين عليها، لكن المباني التاريخية في مكة ما عندي فكرة للأمانة. جميل. طيب أنا يمكن أبصيغ السؤال كسؤال إضافي للسؤال السابق. إحنا شفنا يمكن أكثر أعمال التحليل اللي تقومون فيها من ناحية الستركتشر كذلك للمباني التاريخية، ويمكن أغلب المشاريع اللي اشتغلتوا عليها مباني في جدة تاريخية وقد تقارب يعني المباني الحديثة من ناحية الستركتشر، لكن المباني الطينية شوية قد تكون مختلفة، فهل تم تجربتها من ناحية تطبيق هذه التقنيات على المباني الطينية؟ يس جربناها في الدرعية في مباني الدرعية، لكن يعني هي شوف المباني في جدة التاريخية يعني هي ليست مقاربة للمباني الحديثة لأنه طريقة الاستراكشر حقها بتعتمد على حوائط حاملة وتعتمد على حجر منقبي. طيب والحجر المنقبي كيف طريقة تعشيقه وطريقة تركيب التكاليل فيه ماشي. لما تتكلم على الحوائط الحاملة في الرياض اللي هي الطينية أو في المنطقة الوسطى دائما بيعتمدوا على الحوائط الطينية، فلازم تعرف هذه الأشياء كلها في البيم موديل وانت شغال تحط خلينا نقول الفيتشرز حقة
حقه الحوائط الطينيه، وطبعا تعمل تحليل ودراسات على نفس واحده من البلوكات الحوائط الطينيه، وتبدا تحطها تغذيها في المودلز حقتها، بحيث انه لما يصير السيميليشنز على المبنى هذا او السيميليشنز على الحائط هذا، فهو عنده كل خلينا اقول العوامل وكل البروبرتيز اللي ممكن تعطيك نتائج اقرب ما تكون الى الصحه. جميل، واضح جدا. انا يمكن في تعليق بسيط كنت احاول صراحه ادور عليه ولقيته الان بالنسبه لي، سؤال دكتور عبد المحسن فرحات على موضوع التحليل والاناليسس. أتذكر في محاضرة عملناها في شهر العمارة، وتحديداً المحاضرة 26، قدمها لنا المعماري مصعب دحدح. استخدم طبعاً الجراس هوبر في تحليل أحد المباني بنفس الطريقة اللي ذكرتها الدكتور أحمد، ويمكن هو من المتخصصين في موضوع الأناليسز للـ 3D models، فممكن الواحد يرجع لها ويطلع عليها لأنه فيها أفكار كثيرة وشيقة ممكن الواحد يطلع عليها. طيب، في سؤال آخر من المهندس سيارة كانت تسأل تقول هل توجد طريقة لربط العناصر ما بين الراينو والريفت، تكون الراينو انسايد ريفت بلوجن؟ ربط العناصر، هل هي قصدها العناصر قصدها الكومبوننت الفاميليز ولا عناصر المبنى ككل؟ طيب، إذا كان الكومبوننت يبي تربطها مع بعض، هو في طريقة إنك ترسل. هي المشكلة إنه الراينو بيتعامل أزمش. طيب، لما بتسوي دائما الشل ولا تسوي الشغلة هذه وتدخلها على الريفت، يبدأ يأخذها في الريفت كأنها خلينا أقول ماسز وتبدأ تحولها. فالريفت واحد I think إنه 22 تعدل فيه خصائص إنك ممكن تعدل في المش هذا، بس الإصدارات القديمة I think إنه شوية صعب فيها التعديل، إلا تعديلها في الراين وترجع مرة تانية تدخلها insert في الريفت وتبدأ تستخدمها. طيب، إن شاء الله نكون جاوبنا على سؤالها. طيب دكتور أحمد، عادة يعني تكون الليزر سكانينج هي reflecting أشعة الليزر على المباني هذه، فهل توجد مثلا مواد أو عناصر تابعة للمبنى تسبب شوشرة مثلا على جودة الصورة، أو تسوي reflecting مثلا تكون عاكسة للأشعة هذه؟ يس، وسؤال جميل. في عندك اللي هي القزاز الميرورز، دائما بتسبب مشاكل مره كبيره على الاشعه، خصوصا انه هي اشعه رايحه وترجع لك مره ثانيه، ترجع للليزر سكانينج، تستقبلها مره ثانيه للليزر سكانينج، فبتسبب شوشره جدا كبيره. اذا كانت عندك الجلاس والميرور بتسبب لك شوشره مره كبيره. طبعا اشعه الشمس لما تكون يعني شديده بتسبب مشكله في التصوير، لانه ايش اللي بيصير الجهاز الليزر سكانينج فيه له كاميرا داخليه. طيب، بعد ما بيخلص المسحه الاولى حقت الليزر سكانينج بيسوي المسحه الثانيه حقت الكاميرا. طيب، وبيشتغل بعد ما بيسوي المسحه حقت الكاميرا بيسوي دمج او خلينا لينكينج لكل اللي هي البيكسلز مع كل نقطه من الليزر سكانينج عشان يعطيها الكلرز حقتها، وخلينا نسميها الايمج باتش، يسموها الايمج باتش، بحيث انه كل نقطه الليزر سكانينج لها اللون المقابل في الصوره. ماشي، فتلاقي في الاشعه الشمس لما تكون يعني في الاجواء يعني خلينا نتكلم اللي هي المشمسه جدا، وتلاقيها في وقت الظهريه دائما، في اغلب وقت الظهريه حتلاقي السكانه كلها بيضة. طيب، طبعا هو بيس على طريقه التصوير اللي صايره، لانه بيسحب طبعا كانها محروقه، صايره الصوره محروقه، فبيسحب النقطه البيضة فتلاقي السكانه كلها بيضة. فأفضل طريقة في هذه إنك تغير الإعدادات حقت الكاميرز اللي جوة الليزر سكانينج، بحيث إنه تكون تشتغل معاك HDR وتقدر تعالج الصورة هذه، تعالج التشوه اللي حيصير من الشمس. وفي طريقة ثانية اللي هي الميرورز، إذا كانت فيها عوائل أجسام عاكسة طيب أو ميتلز، دائما تكون هذه مشكلة كبيرة في الليزر سكانينج، ففي ذي الحالة دائما تتجنب إنك تعمل سكانينج عليها. طيب، يعني أفتكر واحدة من المشاريع كانت المشكلة هذه مواجهتنا، اضطرينا نغطي كل الميرورز ماشي، بحيث انه ما تسبب لنا المشاكل دي، وغيرنا اماكن الليزر سكانينج بحيث انه ما تجي على الميرور هذه. ماشي، اتمنى جاوبت على السؤال. جميل، ممتاز. طيب، احنا دكتور احمد يمكن شفنا اغلب اعمالكم كان على سكيل مباني ويونتس، لكن هل عندكم مشاريع مثلا او افكار مستقبليه لاخذ سكيل اكبر على 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 ديستريكت مثلا كامله، تكون مساحه كبيره، وايش التقنيات اللي ممكن تستخدمونها في هذا المشروع؟ طيب، هي في اكثر من مشروع اشتغلنا عليه سكيل كبير، لكن للامانه موقعين NDA فصعب انك تنشرها او تعلن عليها. لكن يس، اشتغلنا على مشاريع كبيره من ضمن يعني على وادي
طيب استخدمنا طبعا ليزر سكانينج، واستخدمنا طبعا تصوير الفوتوغرامتري بدرون، هي افضل طريقه تقدر توصل لها يعني، هي افضل طريقه. وفي برضه الطريقه الليدر تستخدمه اللي مركب على الدرونز برضه، لكن تكلفته جدا عاليه، وعلى حسب المشروع، على حسب الكلاينتس هل يعني هل يحتاجه او ما يحتاجه. طيب لكن اتوقع انه افضل طريقه الان في اغلب المشاريع، يعني في شركات كثيره الان شغاله على نفس المنوال ده، يستخدموا الدرونز طيب وفوتوغرامتري، وللاماكن الضيقه يحتاج فيها ديتيلز عالي بيستخدم الليزر سكانينج. جميل. طيب دكتور، بس انا عندي سؤال. عاده ما نشوف يعني في البرامج الخرائط يعني الاصطناعيه وخلافه، دائما تكون في هناك مكتبه تظهر المجسمات ثلاثيه الابعاد، وعاده ما يكون في ناس كثير يعني زي ما تقول تتطوع وتتبرع في اثراء هذه المكتبات، لكن ما زلنا في العالم العربي عندنا شح كبير في اثراء هذه المكتبات من المجسمات والمباني، او خلينا نسميها المعالم المدن في المملكه. هل طريقه تحويل الملفات الى كيمل بسيطه في 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 عمليه السكاننج، او انها تحتاج لها جهد اضافي بعد ما يتم الانتهاء من رفع المساحه؟ جهد اضافي تحتاج لجهد اضافي عشان تحولها، هذه اذا كانت تبغى ليزر سكانينج. خصوصا انه لا تنسى انه موضوع الليزر سكانينج ترى الداتا مره ثقيله عشان ترفع هذه الداتا، يعني احنا انا جربتها على اللي هي الانفراستراكشر. طيب الانفراستراكشر برضه بيعطيك يعني somehow بيعطيك نفس يعني الريزلتس اللي تطلع من يعني خلينا اقول اللي جوجل ايرث والشغلات هذه عشان يطلع لك المباني، لكن ستيل انه برنامج متخصص وبرنامج يعني يعني خلينا نقول برامج متخصص لفئه معينه، طيب مش يعني اوبن سورس، فهذه هي المشكله. تحويلها من الريفت ممكن يكون اسهل، طيب تحويلها من الريفت بروسيس اسهل، لكن اتوقع انه من الليزر سكانك حيكون مره صعب ومره ثقيل، وتحتاج سيرفرز كمان عاليه، يعني سيرفرز ذات امكانيات عاليه. أكيد، وهذا يمكن يكون ده الأول سؤال طرحت لك عليه دكتور أحمد. طيب أنت طرقت لموضوع البنية التحتية، ممكن توضيح أكثر إيش تقصد بالبنية التحتية؟ البنية التحتية يعني عندك من طيب في مشاريع كثيرة الآن حاصلة، يعني أحد المشاريع اللي هي للأنفاق، طيب أنت تقدر تسوي لها سكانز طيب عشان تطلع بيها الآبار البترول اللي كانت حاصلة الربطة، طيب هذه كلها كان عملها سكانز. في احد المشاريع اللي يعني شاركنا فيها كان عملنا في التانلز هذه، من ضمن الاشياء كمان اللي هي عملنا لها سكان الحفر الاستكشافيه اللي تعملها في المباني. طيب هذه البنيه التحتيه اللي تكلمنا عليها از سكان سكانينج. ماشي. بالناحيه بين مودلز طبعا عندك الانفراستراكشر اللي هو في برنامج اسمه انفراستراكشر تابع للاوتوديسك، بتحط فيه البنيه التحتيه اللايرز حقتك اللي اخذها من الجي اي اس، فبتضيفها كلها في الانفراستراكشر بحيث انه يعطيك اللايرز حقت اللي اخذها انت من الجي اي اس، حاططها كومبينينج فيليش في نفس الانفراستراكشر مع البيم موديل حقك. فهذا اللي انا كنت اقصد به. طيب يمكن انا شوي راح تفكيري الى جانب مختلف، يعني عاده احنا نعرف يمكن العشوائيه اللي صايره الان في البنيه التحتيه في الشوارع وخلافه، مع التقنيات الحديثه هل توجد اجهزه لاستكشاف خلينا نقول البنيه التحتيه لاسفل الطرق قبل مثلا حفر هذه الاعمال؟ يعني اعرف انه في التقنيه الحراريه وممكن تكتشف مزبوط. مثلا مصادر المياه والكهرباء وخلافه، فهل هذا خدمه مثلا موجوده عندكم او سبق تجربتها؟ والله انا اللي سمعت بيه قبل فتره انه في الاكس راي، طيب بيستخدموا الاكس راي لكن انه تكلفته عاليه جدا، وبس هل الانفراستراكشر اللي نستخدمها لتحت طبقات الارض؟ لا الى الان ما عندي فكره، لكن للجدران يس بيستخدموها للجدران هذه، نعم اكيد بيستخدموها للجدران، بيستخدموا الاكس راي للجدران، بيطلع طبقات الجدران، بيطلع الاعمده فين موجوده، كميه الحديد اللي صايره إكس راي في الآخر. جميل. طيب في سؤال من المهندس هاني قطان يسأل، هل يمكن استخدام أكثر من جهاز لعملية الليزر سكان للمشاريع الكبيرة ويتم ربطها في عملية النمذجة؟ طيب أمسي على المهندس هاني. طبعاً أيوه يقدر يستخدم أكثر من سكان، بس عنده مشكلة حتصير على حسب نوع السكان اللي حيستخدمه. طبعاً أنا بالنسبة لي ما أفضل أن نستخدم نوعين من الأجهزة طيب
في الموقع افضل اني استخدم خلاص قفلت بنوع جهاز او شركه معينه تقفل بها المشروع كامل. يعني لو كان فرضا اكس استخدمنا جهاز اكس، الجهاز الثاني لازم يكون اكس، ما اقدر استخدم جهاز يكون واي ولا زي. ليش؟ لانه حتضرب معك جوده الكاميرز، حتضرب معك جوده البوينت كلاود اللي طالعه، الصيغه الديت اللي حتطلع معك ايش هي. في اجهزه بتطلع لك هي على طول يعني بين فورمات، في اجهزه بتطلع لك هي اس تي ال فورمات، في اجهزه بتطلع لك هي ريكاب فورمات ار سي بي فورمات، فعلى حسب. فهذه كلها حتاخذ منك وقت. يعني لو استخدمت جهاز اكس وجهاز واي، حتلاقي جهاز اكس فرضا طلع لي فورمات اللي هي ار سي بي، الجهاز الثاني لا طلع لي بين فورمات، فحضطر عشان احولها اجيب الادمج الفايلات هذه اعملها ريجستريشن، فحاخذ وقت مره كبير اني اعمل لدي ولدي ريجستريشن. طيب فلا، انا افضل عن نفسي اني استخدم جهاز من نوع يعني جهازين من نوع واحد او من شركه واحده. جميل جميل جدا. طيب احنا دكتور احمد يمكن نستغل فرصه وجودك ومشاركتك معنا لطلب التعاون معكم في ترتيب عدد من دورات ورش العمل لشرح هذه التقنيات وتأهيل الكوادر خصوصا في الشباب والشابات أو الخريجين كذلك حديثي التخرج في موضوع استخدام هذه التقنيات. أكيد يشرفني يعني، تحت أمركم إن شاء الله بإذن الله. طيب دكتور أحمد، كنت ضيف عزيز علينا في هذه الليلة، استمتعنا جدا بما قدمته لنا، ونشكر رحابة صدرك على إجابة أسئلة الإخوة والأخوات الحضور، وشكرا لمشاركتك معنا. الله يعطيكم العافية وشكرا جزيلا، وإن شاء الله نكون يعني ضيوف خفيفين عليكم. جميل جدا، وشكر كذلك موصول للأخوة والأخوات لحضورهم لهذه المحاضرة حتى نهايتها. نود التذكير بأن المحاضرة مسجلة وسيتم رفعها على قناتنا في اليوتيوب بمشيئة الله. بإمكانكم مشاركة رابط هذا اللقاء مع من لم يتسنى له فرصة حضور هذه المحاضرة. نشكر لكم حضوركم، ونلتقي بكم مساء يوم الثلاثاء القادم بضيف جديد وموضوع آخر. تصبحون على خير.